السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم اخواني، كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟ محبينا ومتابعينا الاعزاء الطيبين، حياكم الله وبياكم، اهلا وسهلا بكم. بعد احنا هذا لبسنا بالخصيب هذا زي مالنا، يعني بالقطرة وال هذا بعد زي خصيباوي. فهسه يقول ابو محمد لابسنا الفانيلة والشفية حطها والعطية، هذا زي خصيبي. اليوم احنا سالفتنا على شدة طبيلات اللي نزلت الفيديو بيها يوم 9/12/2023، وقلنا انطي اسبوع اسبوعين، قلنا راس السنة انطيناه فوق راس السنة 15 يوم، يعني الفيديو صار تقريبا 35 يوم من نزلت. وردنا يعني معلومات عن شدة طبيلات، فما حد جاوب عليها، ما حد اكيد انا متاكد ما حد راح يجاوبها ولا حد يعرفها، لان هاي للاسف هي ما حد ما توثقت وما حد سولف بها وما حد كتب عنها، ما حد ما انتشر عنها يعني فيديوهات فهان اليوم راح اوثق لكم للتاريخ ولاول مره راح تسمعونها بحياتكم عن شدة طبيلات، وما حد يعرف شنو شدة طبيلات، وما سامعين راح يسمعون هذا الموضوع اول مره، راح يقول انا سامع واعرف عنه، مستحيل ما راح يسمعونه، راح يسولفه ما حد سامعه ابد، مستحيل ما حد اللي يقول انا سامعه اقول ليش ما جيت سولفت لعدك اكتب التفاصيل عنه. راح يسمعون هذا الموضوع اليوم، راح اسالكم عن شده طبيلات ومن مؤسستها، وين اجيت بيا منطقه ياها وش اسمه المسؤول الاداري مالتها. شده طبيلات هي من طلعت من ابو الخصيب، يعني لا فاو ولا بصره ولا الزبير ما موجوده عندهم، ما انتشرت عندهم. من اسس شده طبيلات؟ اسس شده طبيلات المرحوم الحاج عبد القادر فرج رحمه الله. الحاج عبد القادر فرج من سكنه ابو الخصيب، البصره ابو الخصيب منطقه السبيليات، منطقة السبيليات، ولد المرحوم الحاج عبد القادر فرج في 1890 تقريبا، 90 92 نعم، يعني قبل تقريبا قبل 1900 تقريبا حدود 10 سنوات 8 سنوات، يعني مواليد هو 1890 يعني 90 92 91 هذا يعني رجل كبير بالسن، وهو من أحد تلاميذ المرحوم ليل العبد كنا عبيد الله. الليل الأسمر بس للتوضيح هم يلقبونه كانوا يعني بزمانه ليل العبد. فليل الأسمر هو من كبار مؤسسين الشدات في البصرة أبو الخصيب، أول مؤسسين هو. احنا صرنا قلنا بالبداية كانت ما أجت الشدات كانوا خشبات يضربون بهن، حد ما اخترعوا الفخار، فأول مؤسسين الشدات يعني الفخار والتدريبات هو كان مؤسس ليلي الأسمر من سكرة أبو الخصيب باب ميدان، وكان المساعدي طعيمة ورويشيب ودريب وعيدان الله يرحمهم رحمة الله واسع، هذا كانوا يعني المساعدين الأيمن، نحن خلي بعد تفاصيلهم خاصة. ليلي كان عنده مشيد وكان يدرب يعني الشدات على اللزمات، على التكسير، على قراءة المقام، البستات، فهو خرج مثل ما عندك عبد القادر فرج، صالح الشمكلي، صالح طرار، خلاف معتوق، يعني هاي الشدات القديمة هو كل يعني واي خرج على ايده، احنا ما نطول بيه يعني نسولفكم عنهم كلهم، هو يعني خرجوا على ايده. فالمرحوم الحاج عبد القادر فرج هو أحد تلاميذ المرحوم ليلي رحمه الله، يعني تخرج من مدرسة ليلي في أبو الخصيب باب ميدان. ولد الحاج لعبد القادر فرج في منطقة السبيليات، وهو كان من عبيد بيت النقيب، كنا عبيد الله، أوكي، كان هو رجل حاج ملتزم ومواظب على صلاته، يعني صلاة الخمسة حتى صلاة الفجر رجل راح الحج، عندما مخافة الله كان في يوم الجمعة يعني يجي جامع مال باب مال
السيفيليات يفتح الساعة 9 صباحا يعني ينظفه ويغسله ويعطره البخور وماء الوريد وريحه، وتجي الناس تصلي يعني كل يوم جمعة من فت يعني يشغل القرآن يعني ما شاء الله يعني ملتزم وخا يعني خادم يخدم يعني بيوت الله يعني يعني قلنا هو عنده التزام رحمه الله. فهو ما عنده بس هو أخته، لا عنده لا ولد ولا ابنية، ما عنده أخت. فهو الزوج يعني تقريبا سنتين بس ما خلف شيء، ما صار عنده قسمه وانفصل هو عن زوجته الله يرحمه برحمه الله واسعه. فاليوم انتم حقنا ناس يسولف انه ما عندك صوره، فاليوم عطيتكم صوره للمرحوم عبد القادر فرج. هذا صوره المرحوم الحاج عبد القادر فرج رحمه الله، من مواليد 1800، ولد بنهايه 1800 يعني 1992 92 1800 يعني. هذا المرحوم عبد القادر فرج وبيده طبلة. هذا الحاج عبد القادر، شوفوا عدل يا ما شايفه. طبعا هاي الصورة من زمان تقريبا صار عندي سنتين، هاي معتبط بيها. بعد هواي صور مال اشخاص راح كل من انزل يصرف على فيديو راح انزل صورته. شوفوا هذا المرحوم عبد القادر فرج رحمه الله بيده الطبلة. الحاج عبد القادر هو أول شخص أسس شدة طبيلات. راح أقول شلون هاي شدة طبيلات؟ شدة طبيلات أنا أقول لكم. شفتوا الصورة اللي كاتها المرحوم عبد القادر؟ كان عنده مجموعة يعني من 30 إلى 40 شخص يمسكون هاي الطبلات. البيد الحاج شوفوها الطبلة، البيد الحاج شو كاتها بيده؟ هاي من 30 إلى 40 شخص. فكان شلون يزفون العريس؟ شلون هسه احنا عندنا مكاتبنا مثل بالزفه نطلع مجموعه السمر يسوي النزله ما نزله يعني من راس الشارع يمشون. فهو اسس شده طبيلات يمسكون الطبله. فكان عندهم شيش شلون مال التكه ولونه يلمع شلون الذهب، فيظل يضربون على الطبله. وهو يمشي قدامهم الحاج عبد القادر يمشي قدامهم بس شنو يرجع عليها ورا شلون الملحن المايسترو يمشي ويرجع بق وكاظلعو بيده عوده شلون هاي يحرك بيده. اذا واحد طلع مثلا من التون قال لا تفرد لا تفرد لا تفرد لا تفرد هالشيء اش عليه لا تفرد فلان لا تفرد خلف لا تفرد مرسال لا تفرد حسين علوان محمد ايش من اسام لا تفرد. وذا مثل الدق مضبوط ما حطلع خارج عن القاع قال ايوه 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 يضل صحيح ايوه 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 فرد فلان لا تفرد لا تفرد لا تفرد يضل شو عليه يخزره لا تفرد لا تفرد دير بالك لا تفرد عشان اذا ذاك يظل يعني يضرب مثل بل على الطبله دق عدل. حتى بعرس خلف خميس الله يرحمه بالخمسينات تقريبا مهنات الاربعينات الخمسينات من الزواج الله يرحمه، هم جابوا من طريق الصحراء العصر، حتى كان وقتها عصر، جابوا من طريق الصحراء وجوا على السبيليات. حتى كان ياهم الحاج صالح الشمكلي واللي وياهم حجي عامر الله يرحمه، هم الله يرحمه اثنيناتهم ويرحم وخلف وبناسكا موجاهم ومرسال الله يرحمهم وياهم المجموعة الشدات ما تخالف مجموعته كلهم موجودين. اجوا من طريق الصحراء فاجوا على بيت شو اسمه جابوا العرس صار وين الجامع مال بيت مول الجامع مال باب مال السيفيليات. فهنا العرس صار مال خلف الله يرحمه خلف خميس الكاسور مال خلف وبناسكة خلف خميس مو خلف المطرب لا خلف خميس الكاسور كان احنا عندنا خلف خميس كاسور وخلف سعيد. ف جو العصر ملتمين بيهم يعني مجموعه كبيره من بس يدقون تقريبا من 30 الى 40 شخص وغير الناس يعني تمشي وراهم. فجابوا زوروا وين سيد رجب هنا هاي العصر وبعدين جاءوا كيفوا رجعوا بالليل زفوا كذلك هم من السبيليات طلعوا الشارع ورجعوا هاي بوقت اخر. فهو المرحوم
عبد القادر هو اللي يقود هاي الشدة، فسميت بالشدة طبيلات. هاي اللي ما ذكرت يوم من الأيام، وما اسمع حد سولف يوم من الأيام، فهاي أول مرة راح يسمونها بتاريخ الخشابة شدة طبيلات بقيادة المرحوم عبد الحاج عبد القادر فرج الله يرحمه. فكانت مجموعته يعني ممتازة، شن مثل نفس الزفات، بس كانوا هم على طبلات بس طبلات يعني حجم كبير، يعني مو هالصغار طبلات، يعني ما تلزمات، لا حلقة كبير نفس الوقت بالصورة. فيمشي المجموعة يعني مجموعة من الخشاب شيء، فيدقون ويمشي بيها مثل ما قلت لهم، لا تفرد فلان، لا تفرد لا تفرد، يباوع لهم واحد واحد يميزهم، بس واحد يفرد لو بين 40 واحد يطفر بالخمس، بالنهايه يعرفه راس اثنين اشرح عليه بالعوده فلان لا تفرد، يعرفه لانه بعد مؤسسه مرتبها وبروفات، وهذا اكيد يعني باللي مشيد مدربهم فيعرف، واذا صار الشغل عدل ايوه. فهذه شده طبيلات اللي وعدتكم بها، قلت لكم راح انزل لكم الفيديو مالها. هاي يعني ما ذكرت للتاريخ للاسف، ما اعرف ليش يعني مشوشكين على شغلة الخشابة، بس أكو إن شاء الله بعد أكو مواضيع راح أطلع لكم صورهم الكبارية، يعني أقوى كاسور من كان عندنا، وبالدرجة الأولى والثانية والثالثة، اللوازيم وقراء المقام وصورهم، إن شاء الله محتفظ السحارة متروسة بها هواي أمور، إن شاء الله راح أنزل لكم عنها. هذا كل ما يخص عن شدة طبيلات ومؤسسة الحاج عبد القادر الله يرحمه، يعني هو مواليد 1800، توفى بنهاية الثمانينات يعني 88 89 توفى الحاج عبد القادر. يعني إن كان يعني إنسان يعني ونعم الأخلاق، يعني يسألون عنه، يعني أهلنا قالوا نعم الأخلاق والالتزام وما أمشي الحرام، ملتزم بصلاته بأخلاقه وراح الحاج مثل ما قلنا لكم والحمد لله. بس للأسف ما صارت عنده خلفة، انقطع عن زوجته يعني سنتين وفصله، وعاش بس هو أخته خطية، الناس مساكين ناس يعني ساعدوا بيت النقيب مع مين نقيب، ما ناس يعني مكنية ما قصروا وياه. فهذا كل ما يخص شدة طبيلات. أوكي إخوان، وإن شاء الله راجعكم أكو موضوع ثاني بحلقة ثانية وقوية كلش، هم ما راح سامعين عنها راح أسألكم عنها. واليوم تاريخنا 15/1/2024، اليوم الاثنين، هاي أذكر التاريخ قاعد تتوثق، تاريخ الحلقة قاعد تتوثق للتاريخ، لأن هاي أول مرة ينشرح عن شدة الطبيلات، خاطر بعد عمرنا احنا نروح الناس الجاية تسمعها، واللي ما سامعها راح يسمعها ان شاء الله، وراح تسمعون حلقات ان شاء الله جديدة اللي وانا اعطيكم اكيد متأكد اكو مواضيع تخص الخشبة ما مسموع عنها وما تعرف ما حد يعرف عنها، واللي ما ذكروا عنها لا راح نذكر عنها ان شاء الله، ما خلي واحد ما عنده معلومة عن الخشبة هو وحياة الخشابة ومؤسسينها والوازيمها وغيرهم. وتحياتي لكم أخوكم وخادمكم الخشاب سجاد العبادي صاحب مكتب خشاب طب الخصيب، تحياتي لإخواني الإعزاز أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.